الحديث الآن عن فعالية ذكرى النكبة في جامعة بيرزيت. معنا في الأستوديو الدكتور إياد طومار، عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباحكم ولجميع الشهداء السادة المشاهدين في من أبناء الشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، بداية يعني نتحدث عن فعاليات إحياء ذكرى النكبة في كل المحافظات، في كل المدن، في الشتات، في جامعة بيرزيت، هذا الصرح الأكاديمي اللي إحنا كمان نعول دائما على أنه أجيالنا لن تنسى وستحمل هذه الرسالة وهذه القضية التي لا تسقط بالتقادم. حدثنا كيف كانت هذه الفعاليات. بداية اسمحوا لي أن أتقدم وأعلن أننا نحن في جامعة بيرزيت نترحم على كافة شهداء الوطن وعلى الشهداء الذين سقطوا في الأيام القليلة الماضية، الشهيد وليد الشريف والشهيد سار اليازوري والشهيد داود الزبيدي وشهيدة الحق والحقيقة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الشهيدة الجامعة التي جمعت كل الألوان والأطياف الفلسطينية، جمعت الأديان ووحدت الأجراس ووحدت المشاعر أيضا، كانت ناقلة للحق للحقيقة دائما، وكانت شاهدة على جرائم وبشاعة هذا الاحتلال وأضحت شهيدة لتلك الجرائم. وأود أن أعلن أننا في جامعة بيرزيت أعلننا عن جائزة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي، نستهدف الإعلاميين الفلسطينيين، وكذلك عن منحة شيرين أبو عاقلة تمنح لإحدى طالبات الإعلام في جامعة بير زيت. أما فيما يتعلق بأسبوع وفعاليات ذكرى النكبة، نعم بدأنا هذه الفعاليات في الاثنين الماضي وانتهت بالأمس لمدة أسبوع متواصل متكامل، ودائما نهدف إلى أن نوصل رسالة لكافة الأجيال منذ 74 عاما وحتى اليوم، وتحديدا لطلبة جامعة بير زيت، أن هذا الحق الفلسطيني لا ينسى بالتقادم ولا يسقط في المحاكم الدولية. بدأنا أول يوم كان في 9 من هذا الشهر بعروض مسرحية، بعرض مسرحي على الدوار، وكان لفنان مسرحي مبدع من مسرح المحرية في مخيم جنين، هذا المخيم الأسطورة الذي يصدر المقاومة وأيضا يصدر الفن المقاوم. كمان كان لدينا أيضا معرض للكتاب تحت عنوان عائد إلى حيفا، يركز على الكتب التي تتحدث وتتناول القضية الفلسطينية. يوم الأربعاء الماضي كان لدينا عدة نشاطات رياضية، من كرة الريشة شارك فيها أكثر من 30 طالب وطالبة، وكان أيضا لدينا بطولة ذهنية للشطرنج شارك فيها أكثر من 20 طالبا، وأيضا كان هنالك ماراثون غداة استشهاد شيرين أبو عاقلة، أطلقنا عليه اسم ماراثون الشهيدة شيرين أبو عاقلة. ويوم الخميس أيضا كان لدينا عرض فيلم للمخرج ميشيل خليفي يتحدث عن امرأتين فلسطينيتين تؤكد على حقنا في هذه الأرض وعلى تجذر الإنسان الفلسطيني في هذا الوطن. نعم. فيما يتعلق بفعاليات يوم السبت، فعاليات وطنية كانت، ارتأينا أن نؤجلها احتراما للشهداء الوطن وأيضا لإعطاء مساحة للكتل الطلابية من أجل التحضير للدعاية الانتخابية، حيث تتزامن العملية الانتخابية في هذه الفترة مع ذكرى. سنتطرق أكيد دكتور في هذا الموضوع الحديث عن انتخابات جامعة بيرزيت، لكن دعني أسألك عن أهمية اشتراك الطلبة في هذه الفعاليات، أن يكونوا جزء هام وأن يكونوا من القائمين، وكما نشاهد على الصور وهذه المعارض معظم القائمين عليها من الطلاب، كل شخص لديه شيء يستطيع الحديث عن النكبة من خلال أي عمل قام به، من كتاب، من منشور، من أي شيء يتعلق بهذا الأمر. فهذا جزء مهم بالتأكيد في خلق جيل واعي، جيل قادر على التغيير. فدعنا نتحدث عن أهمية أن يكون الطالب هو من القائم على هذه الفعالية أيضا. هذا صحيح، ونحن نحرص دوما في عمادة شؤون الطلبة وفي جامعة بير زيت على إشراك الطلبة جميعا، وندعم أيضا الطالبات بتصميم كل هذه الفعاليات منذ اللحظة الأولى، وليس فقط المشاركة، فيشاركون منذ بدء التحضيرات لهذا الأسبوع بكل الفعاليات بمختلفها الفنية والثقافية والرياضية والأدبية، ويكون لهم بصمتهم. لدينا العديد من الطلبة الموهوبين، الطلبة الذين لديهم طاقات، ونود أن يتم تفريغ هذه الطاقات في الاتجاه الصحيح، وهذا يساعد على نشر ثقافة التواصل والحوار ونفس الوحدة الوطنية داخل الكتل الطلابية وداخل وبين طلبة جامعة بير زيت. نعم. فهم شركاء منذ اللحظة الأولى وحتى انتهاء فعاليات الأسبوع. دكتور إياد، يعني أود الحديث عن دور الجامعة على المستوى الأكاديمي والمعرفي والثقافي، وليس فقط الأكاديمي، نتحدث عن المعرفة الوطنية واللي هي ليست موسمية أو ليست مرتبطة فقط بذكرى النكبة أو أي ذكرى وطنية، وإنما
أهمية أنه الطلبة يخرجون بوعي ثقافي معرفي عن تاريخ القضية الفلسطينية، تاريخهم يعني. في جامعة بيرزيت نحرص دوما ليس على المنتج الأكاديمي للطلبة وإنتاج المعرفة، وإنما أيضا على الأمور اللامنهجية وتعزيز وصقل شخصية الطلبة جميعا في كافة النواحي. نهتم بتخريج القادة فيما يتعلق أيضا بالعمل والمواطن والمواطنة المجتمعية. لدينا العديد من النشاطات، لدينا العديد وننظم من الندوات، نعمل المناظرات، وسنعيد تفعيل نادي المناظرة في جامعة بيرزيت. كل هذا الأمر مهم جدا كي يستطيع الطلبة ليس الحصول أيضا فقط على التحصيل الأكاديمي في تخصص معين أكاديمي معين، ولكن أيضا أن يكون لديهم معرفة تامة في كافة أمور الحياة التي تلزمهم مستقبلا. فنحن نهتم أن يكون طلبتنا قادة ليس فقط في مجال عملهم، ولكن كي يخدموا مجتمعنا، فهذا الهدف الأساس والأسمى لنا أن يكونوا. ويمكن هون كمان الحديث دكتور عن المساقات التي تدرس، وهذا بالتأكيد شيء أساسي في الجامعة. نعم، لدينا عديد من المساقات التي تستهدف القضية الفلسطينية، ونتحدث عن القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين. ونحن الآن بصدد تطوير مساقات تدرس اختياريا لجميع طلبة جامعة بيرزيت أو للبعض منهم المهتم حول المواطنة والقيادة والقضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين، هذه بجانب المساقات الأكاديمية، وسنعطي فيها شهادات لكافة الطلبة ولكل الطلبة الذين سيلتقوا. نعم، وأعتقد دكتور إياد أنه كان في مبادرة أيضا من وزارة الثقافة باعتبار أنه بعض المساقات حول القضية الفلسطينية والمعرفة الوطنية هي مساقات إجبارية وليست اختيارية. نعم صحيح، لدينا مساقات إجبارية في الجامعة، لدينا مساقات ثقافية في الجامعة، جميعها تستهدف موضوع القضية الفلسطينية، ولكن أيضا سنعمل على مساقات جديدة نتطرق فيها لبعض الأمور التي تهم طلبة الجامعة وتهمنا كشعب فلسطيني. هذا مهم جدا كي نؤكد على حقنا في هذا الوطن، وأننا أصحاب الأرض الأصليين. وفي ذكر النكبة الآن، النكبة مستمرة منذ 74 عاما ولم تنتهي، هذا حق وهذا يجب أن يستمر كي لا ننسى الوطن الفلسطيني. طيب دكتور، يعني صادفت ذكرى النكبة يعني مع وجود بالتأكيد انتخابات جامعة بيرزيت، ويعني يوم مهم بالتأكيد للجميع، لجميع الطلبة أن يكون جزء من هذه العملية الانتخابية. فيريد تضعنا في آخر التطورات، آخر التفاصيل، آخر التحضيرات لانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت. التحضيرات للعملية الانتخابية بدأت منذ أكثر من أسبوعين، وبالأمس كان هنالك الدعاية الانتخابية لكافة الكتل الطلابية المشاركة. يشارك في هذا العام 5 كتل طلابية تتنافس على 51 مقعد في جامعة بيرزيت. بالأمس عرضت هذه الكتل البرنامج الانتخابي والنقابي لجمهور الطلبة والتعريف بأنفسهم. اليوم لدينا المناظرة الطلابية، وغدا سيكون يوم الاقتراع، حيث لدينا 12520 طالب وطالبة، ومن بينهم 9000 طالب سينتخبون وسيمارسون حقهم الانتخابي للمرة الأولى، ومن بينهم 7733 طالبة بنسبة 62% من الناخبين هن طالبات. سيمنح الطلاب صوتهم لأحد هذه الكتل الطلابية الخمسة. أما نحن كإدارة جامعة بيرزيت وأكاديميين وعاملين، من الآن نمنح صوتنا لكافة الكتل الطلابية، نمنح صوتنا للعمل الطلابي الحر، العمل الطلابي المبدع، العمل الطلابي المسؤول. هذا مهم لنا لأن جامعة بيرزيت مشهود لها بانتخابات نزيهة وشفافة. نعم، شكرا لك دكتور إياد. يعني إحنا سنتابع كل التفاصيل، ودائما نعول على جامعة بيرزيت وثقافة، نعول عليها في بناء ثقافة الحوار والتسامح وقبول الآخر، وهذا الأهم. صحيح. في كل شيء لإحقاق الوحدة الوطنية التي نحتاجها دائما، والتي شاهدناها ونشاهدها في القدس تحديدا في الأيام الماضية. شكرا جزيلا لك. شكرا.